السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعملكم النهاردة بقى المكرونة السريعة جدا، مكرونة باللبن والجبنة. هنحط مكرونة وهنحط معاها لبن وجبنة، هتطلع بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. طبق مكرونة بيتعمل في 5 دقايق، لا مش في 5 دقايق، في 3 دقايق بس، بسرعة جدا هتطلعي احلى طبق مكرونة لعشاق الجبنة والصوصات البيضة والحاجات الحلوة دي. معانا هنا نص كيس من المكرونة، هنحط حلة فيها مية على النار ونحط فيها معلقة ملح كبيرة، وهنسلق المكرونة بطريقة عادية جدا. في نفس الوقت والمكرونة بتتسلق، لأن المكرونة بتاخدش وقت خالص في السليق، هنجيب طاسة ونحط فيها معلقة زبدة كبيرة وعليهم معلقة دقيق كبيرة، معلقة دقيق ومعلقة زبدة. هنسيح الزبدة وهنقلب الدقيق والزبدة زي ما انتوا شايفين لغاية ما الدقيق يدي تحميرة كده ويبتدي يطلع له ريحة ويتحمر، زي كأننا بنعمل صوص البشاميل العادي خالص اللي احنا دايما بنعمله للمكرونة البشاميل او اي حاجة بالبشاميل. زي ما انتوا شايفين كده الدقيق بيغلي ازاي، بيطلع ريحة حلوة قوي، وكمان لونه بيبتدي يتغير شوية. هننزل بكوباية حليب، كوباية حليب، لا هنستخدم كريمة ولا هنستخدم اي حاجة مكلفة خالص، كلها حاجات موجودة في البيت وكلها مكونات بسيطة زي ما انت شايف. ده طبق سريع جداً. هنقلب بالمضرب السلك علشان ندوب اي حاجه من الدقيق، ما يبقاش فيه اي تكتلات يعني. وطبعا النار ولعه على نار متوسطه، هيبتدي الخليط بتاعنا ده يغلي ويتقل وهيدينا قوام حلو جدا. القوام اللي احنا عايزينه، عايزين قوام خفيف لان احنا لسه هنضيف الجبنه. هنا اول ما ابتدى يغلي حطيت معلقه صغيره من الملح ورشه فلفل اسود او فلفل ابيض طبعا لو موجود عندك، بس انا حطيت فلفل اسود عادي. عايزه اقول لكم الملح والفلفل الاسود بس في الصوص ده بيدينا طعم تحفه. وهنضيف شويه لبن، حاجه بسيطه كده، لما نلاقي القوام بتاعنا تقيل قوي. انا زي ما قلت لكم عايزين القوام يكون خفيف لانه الجبنه كمان هتقله. هنزل بكوبايه جبنه موتزاريلا مبشوره، ممكن طبعا تضيفي جبنه رومي، تضيفي جبنه شيدر زي ما انت عايزه، بس انا حبيت اعملها لك بابسط المكونات وابسط طريقه. اذا موجود عندي جبنه شيدر هتحطيها، موجود عندي جبنه رومي هتحطي كميه بسيطه، خدي بالك عشان الملح. وزي ما انتم شايفين الجبنه ساحت مع شويه صوص البشاميل اللي كنا عاملينه. وبعد ما نطفي النار هنحط شويه بقدونس مفرومين، ما نحطش البقدونس والنار شغاله علشان البقدونس ما يسودش او لونه يغمق، احنا عايزينه لونه اخضر كده وباين في الصوص. هننزل بالمكرونه بعد ما تتصفى على طول، لانه المكرونه خلصت في نفس الوقت اللي عملنا فيه صوص الحليب والجبنه ده. وزي ما انتوا شايفين الوصفة خلصت بسرعة، واحلى طبق مكرونة باللبن والجبنة تحفة وطعمها يجنن. طبعا لو عندك بقى لحمة مفرومة، عندك فراخ متقطعة وبايتة تقدري تحطيها في الوصفة، اي حاجة تقدري تضيفيها في الطبق بتاعنا ده. انا حبيت اقولك المكونات الاساسية اللي موجودة فيه. زي ما انتوا شايفين هنزين الطبق برضو بالبقدونس المفروم. وبألف هنا، ويا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.